قصة الفيلم في منتهى البساطة أنه أنا أحاول أن أكشف غرائبية شخصية الدكتاتور. يعني الدكتاتور شخص مو طبيعي، يعني أي دكتاتور سواء كان سياسي، دون أن أسميه بالاسم بالمناسبة. أخذ ليلة من حياة الدكتاتور وهي ليلة عيد ميلاده، يتأخر المغني بسبب عطل حصل في السيارة ويتأخر عن الموعد الحفل، فيصل متأخر. عندما يصل متأخر يغضب الدكتاتور، يقول له أنا ما أرغب أشوف وجهك بعد، لكن ما يقدر ينهي الحفل، فقال له غني وجهك للحائط. وطبعا الحائط هو جدارية الدكتاتور وتمثاله، فيصير يواجه الجدارية ويغني طول الحفل. يصير أحداث كثيرة بداخل الصالة أثناء الغناء، وممنوع على أحداث قتل حتى فيها، وممنوع على المغني أن يلتفت إلى الصالة، ويبدأ دائما يبقى يغني، والأحداث تدور والقتل يدور ويموتون المدعوين، فالفكرة غرائبية جدا حول فكرة الدكتاتور.